إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. وما زلنا في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتألف أصحابه ويتفقدهم ويكرم كريم كل قوم ويقبل بوجهه وحديثه على من يحادثه حتى على أشر القوم، يتألفهم بذلك، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا يجزي السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ويحلم، ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. الضبط ده مهم أوي والشرط ده مهم أوي. ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وقد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، فإن خلقه القرآن، صل عليه صلى الله عليه وسلم، وآتاه الله من العلم والفضل ما فيه النجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل له: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، قول وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا.